لان في انا مهتم جدا بصفحات الزمالك، ففي اخبار الزمالك نشروا خبر تاكدت انه منشور وصحيح. الناس بيقولوا ايه؟ وده اخد شرقاوي وتعقيب من الكابتن جمال عقلب. قال لك ايه؟ قال لك الكابتن شيكابالا في هذا التوقيت قال لمجلس الاداره ان احنا وجدنا كاميرات تجسس داخل المبنى الاجتماعي، داخل مبنى الفريق الاول لكره القدم اهو، على مسؤوليه اخبار الزمالك. الزمالك يستعين بشركه خاصه لكشف كاميرات المراقبه والميكروفونات التي زرعها المجلس السابق في مبنى الفريق الاول لكره القدم، وجايبين تفاصيل الشركه لكن انا مش هقولها. تعليق منك يا شرقاوي لو سمحت. لا بص، مبدئيا ده كلام هجس. احنا هنا مش في حرب. والله هو حلوه كلمه هجس عجباني، لانه لا يليق ابدا الخبر. يعني تسريب خبر زي ده زرعيات انت في مغطس ودورات ميه، وبعدين هتزرعها ليه؟ هتزرع كاميرات وحاجات تجسس عشان ايه؟ يعني المجلس السابق هيزرع. وهم كانوا بيعشقوا امير على فكره اللي كان ماسك الملف بالعقل. بس انا كنت عايز برضو ارجع للخبر بتاع الاستاذ هاني بيرزي وحته اللي هو تجديد مبنى، وهو مبنى زي ما احنا شفنا في الفيديو مبنى بصراحه. انا بشكر الكابتن جمال انه فاجئنا بالفيديو ده. واضح ان اداره الزمالك بتتعامل على نظام الفراعنه زمان يا استاذ عبد الناصر كابتن جمال، اللي هو يجي الـ 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 يحاولوا يطمسوا اي حاجات من الملوك السابقه ويحطوا اسمائهم على المعابد ويحطوا اسمائهم على نحترم الماضي. لا ما لازم نحترم الماضي. عاده فرعونيه عاده فرعونيه، ده احنا متوارثينها. ما واضح كده، واضح كده ان ده موجود في. انا عملت انا عملت دور المحترفين في الاستوديو ده ما فيش غيري في مصر، ودلوقتي كل الناس عملت دور المحترفين وانا ما عملتش حاجه. بيقلدوا يا باشا فراعنه لازم يمحي اي حاجه من غير ما يشتغل. ما هو ده بقى هو ده المشكله. يعني اتمنى ان يبقى توجيه الفلوس في محلها. لو في فلوس موجوده 10 مليون 20 مليون هو متبرع بيها يوجهها بشكل صحيح يستفيد منه نادي الزمالك. ولكن الخبر بالشكل ده اعتقد ان في شو وتلميع للاستاذ هاني بيرزي اكثر منه افاده لنادي الزمالك. الخبر اللي حضرتك قلته بتاع كاميرات ده هجس فعلا، انا بتفق وعيب التعليق عليها وما ينفعش. والكابتن جمال كتبني قال لي انا اكبر من ان انا اعلق على الخبر ده. بالظبط بالظبط. الكابتن جمال قال لي عيب ان انا اعلق على الخبر ده. بس كان في تصريح شهير الاستاذ عمر ادم في الدنيا، هات لنا تعليق الاستاذ الكابتن جمال عليه. هات التعليق بتاع الكابتن جمال لو عندك. احنا هنوحش الاعلام. انا بشوف في يعني تخمه في اخبار مجلس الاداره. لا 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 انا بختلف معاك، حقهم كل مجلس يعمل التخمه اللي هو عايزها. بس هو قال يا باشا هو لا 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 عجبني. لا لا عجبني لا لو سمحت يا منتصر، عجبني الفولي الحلقه اللي فاتت لما قال لك المجلس يفصل ويقيس اعلاميا. صح، ده حقه. ما كانش قال كده. لا 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 ما يقولش ده، لكن يعمل اللي هو عايزه في انجازاته. ماشي يعمل. هو دافع ملايين عشان ما يعلنش. لا طبعا يعمل، بس ما كانش عنده مجلس اداره طلع قال لا. وكانه اللي كان بيتكلم كان الكابتن جمال عبد الحميد اهو في التصريح لينا قبل الهوا. العيب يقال اننا زرعنا كاميرات تجسس داخل غرف ملابس الفريق الاول بنادي الزمالك، وعلاقتنا باللاعبين كانت قويه جدا يا كابتن. لا تعليق، ما هو ده تعليق يعني. مفيش موضوع اصلا. اشتغلنا في المخابرات احنا، ده مجلس اداره. مفيش موضوع يعني اصلا. لا والله فارغ يعني. وبعدين اعتقد اصلا صفحه ولا حد كاتب على الفيسبوك يعني مش هيبقى مجال ان احنا نتكلم. واضح ان في توجه للتشويه صوره المجلس السابق. احنا عايزينه بشكل كبير. والله بص، كل ما هو سابق يا محمد بيشوه في مصر بشكل مضايقني. بس المفروض في حاجات يعني. وخلي بالك بص، مع اني بص عندك رئيس قوي اميم عفيف شريف لا يذكر من سبقوه الا بالخير. صحيح. على الرغم انه مسك الدوله دي لا تصلح. صحيح. ما شفتوش مره طلع اسال حد. صحيح. ناخده قدوه. صحيح. طيب الاشتباك اللي بعد كده عمله الكابتن جمال عبد الحميد في صحيفه الوطن، حيث كان في ندوه وسط الاسبوع. الاربيز على نهايه الحلقه هيخرم لي ما تبقى، لان انا عندي خرمه اصلا في الودن دي. في الحته اللي قاعده في الخرم اللي بحاول الزقها بالمخروم هتخرم اللي مبقى وهتبقى العمليه مخرمه ببعضيها. خلاص. فارجوكم راوا ان انا عندي خرم في ودني، يعني مش ثقب، بخرم كده. اقفلوا عليه يا جماعه، اقفلوا عليه. انت بتكمل عليه. انت بتقور فيه زي امي ما بتقور الكوسه. طيب.